الوحيد اللي دارها قلت مجرم حتى واحد ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجمعتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة التي تفردها قناة التناصح على أحداث المعارك التي تخوضها قوات جيشنا الوطني الباسل في عملية بركان الغضب ضد ميليشيات مجرم الحرب حفتر الإرهابية. معي في هذه الساعة من التغطية السيد طه الشكشوكي، ناشط بالمجتمع المدني. مرحبا بك سيد طه. أهلا وسهلا بك سيد فوزي، مرحبا بك. سيد طه، نبدأ بداية بتعليق عن الأحداث الجارية الآن العسكرية والسياسية، ثم نفرد كل هذا بسؤال معين. أول حاجة نقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، واللهم اجعلنا من الذين يهتدون بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه الجمعة جمعة مباركة إن شاء الله على جميع أهلنا في جميع أنحاء ليبيا، جميع أنحاء ليبيا. اللهم اجعل فيها ساعة الهداية إلى جميع الليبيين والليبيات يا رب العالمين، ونسأل الله أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته إن شاء الله، وأن يلهم آلهم ودويهم الصبر والسلوان، وأن يعوضهم خيرا منهم يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال. أستاذ فوزي، طبعا بكل أسف الأحداث الأليمة بما فيها ليلة البارحة كانت قصف على أماكن المدنيين في بلدية بوسليم منطقة الهضبة، ناس آمنين جدا يعني حقيقة في بيوتهم، يعني عائلي، يعني ليلة خميس الناس مع بعضها، منطقة سكنية آهلة بالسكان، كثافة سكانية عالية، وتكلمنا في هذا الموضوع قد يكون مملوءة بالإرهابيين سيد طه. لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله يستغفر الله. لا والله في إرهابيين عمرهم 10 سنوات، في إرهابيات نساء، في شيوخ ممكن ولدوا إرهابيين يعني. والله والله شيء شيء يخجل، والله شيء يخجل، يعني يعني حتى ألد أعدائنا لا يقوم بهذا العمل، يعني فما بالك بليبي دمك دمه، لغتك لغته، لهجتك لهجته، دينك واحد، مذهبكم واحد، كل شيء واحد، ويجي يقصف أماكن يعرفها أن هي أهلة بالسكان. أنا لا أعتقد أن الناس أو من قام بهذه القصف على الأماكن الأهلة بالسكان أن يكون في وعيه، يعني ما أعتقدش أن في وعيه، لا يمكن أن يكون لا إذا كان تحت تأثير المخدرات أو تأثير ما حرم الله. يعني أما باش تقول لي أن جاي واحد أقنعه أقصف بالصاروخ الراجم هذه البيم 21 أقصف بها وسوف تنال رضا الله ورضا حبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا أستبعد ذلك. نحن نقول لكم واليوم الجمعة هداي اللي إن شاء الله تكون ساعة مباركة يا أخواننا الذين أصبتهم ليلة البارحة، أنتم أيها الإخوة اللي في الجانب الآخر، بكل أسف نقوله إخوة، ولا نستطيع أن ننكر ذلك أن أخوتنا في الدم، ولكن ليس أخوتنا في الدين حقيقة. ديننا الإسلام، ديننا دين محبة. لقد أصبتم ليلة البارحة مدنيين نساء وأطفال، ولم يصيبوا عسكريا واحدا، وهذا شيء غير صحيح. فإحنا اللي مش نقوله الأحداث المعارك اللي بين الإخوة اللي بين في بعضهم تسير في أغلب الأحيان الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في من يناصر الله ومن يطيع الله أكثر ومن يتقي الله أكثر ولا يسفك دماء محرمة. لا يمكن أن الله يكون مع شخص يسفك دماء أبرياء ويكون ظالما إلا إذا كان يصيبنا الله بذنوبنا شيء آخر. طبعا من الحاجات اللي عجبتني أمس حقيقة كلمات السيد وزير الداخلية. نعم سنأتي لهذا لاحقا. نعم سيد طه. نعم. الآن يعني لو تحدثنا باعتبارك يعني ناشط في المجتمع المدني وناشط أيضا في مجال الأزمة، لو نتحدث الأزمة باعتبار الحقيقة تشغل بال الناس كثيرا. صحيح. حقيقة. والآن أعداد النازحين تتزايد بعد يوم. صحيح. بفتح محاور جديدة للقتال، أجبر جيشنا الوطني وقواتنا الباسلة على فتح هذه المحاور. يعني لو نتحدث عن هذه الأزمة، هل هناك ازدياد في أعداد العائلات؟ أين يتم
يعني إجداؤهم؟ هل هناك مساعدات أتتكم من الدولة؟ هل يعني تطورت الأزمة، تطورت هؤلاء اللاجئين والنازحين؟ والله زي ما قلت أستاذ فوزي، عدد النازحين في ازدياد، وبكل أسف أنهم عائلات محترمة جدا، يعني بكل أسف عائلات محترمة جدا لم يجدوا مكانا لائقا للحقيقة يعني. وتحدث الأحيان لأنهم ينزحوا في أواخر الليل، يعني مش مستعد لشيء هذا، يعني أماكن آمنة صار عليها قذائف وصارت عليها رماية، فنزحت في أطراف الليل للأماكن. طبعا نوا مشكورين البلديات حقيقة، البلديات شكلت لجان، نحب نشكر بلدية سوق الجمعة، بلدية تجورة، بلدية عين زارة، بلدية بوسليم، بلدية حي الأندلس، بلديات الثانية، بلدية زليطن، بلدية الخمس، بلدية الزاوية، رائعين بلدية الزاوية، بلديات مصراتة فتحوا بيوتهم وأبوابهم ومحلات لإقامة أي شخص ينزح من أماكن الاشتباكات إقامة. أنا أقول كل ما بعدت، أنا ما أقول نصيحة، كل ما بعدت عن منطقة طرابلس كل ما تحسنت مستوى الإقامة حقيقة. يعني في طرابلس ليس لدينا إلا المدارس، يعني عدد المدارس الموجودة الآن تقريبا 10 مدارس. الحمد لله فضل الله، الكميات الإغاثة، كميات المواد الغذائية موجودة بكميات جيدة جدا. أغلبية المواد الإغاثة جاءت عن طريق المواطنين، ما جتش عن طريق الدولة بكل أسف. الأغطية والفراشات والسجاد والملابس جت عن طريق مواطنين أغلبيتها، يعني بنسبة 90%. نتمنى من الدولة أو من جهات الحكومة. ما هي الجهة المخولة سيد، حتى يفهم المشاهد، ما هي الجهة المخولة أو من اللي يفترض أن تكون مخولة من الحكومة؟ هل هي وزارة الصحة؟ هل هناك لجنة أزمة مركزية كونتها الحكومة؟ من الجهة المخولة؟ أحيانا قد يسأل سائل يقول ما الذي ستخاطبون أنتم، وزارة الصحة، التعليم، لجنة عليا؟ في لجنة عليا للنازحين. شكلت في هذه الأحداث ولا شكلت في هذه الأحداث؟ شكلت في هذه الأحداث. وزي ما قلنا في المرة اللي فاتت أستاذ فوزي، إنهم ما يستفيدوش من المرات السابقة، يعني في الاجتياح اللي صار في أو محاولة غزو طرابلس في شهر 9 اللي فات، تم تشكيل لجان إغاثة ولجان نازحين ولجان جرحى ولجان أزمة ولجان تطوعية وهلال الأحمر وكشافة وغيرها، واشتغلت أفضل حقيقة، اشتغلت بطريقة جيدة. ولكن أول ما انتهت العمليات الحربية وكل شيء رجع إلى مكانه، توف الأحداث هي أعيد تشكيلها بوجوه، بعض الوجوه الجديدة وبعض الوجوه القديمة بطريقة بطيئة شوية، ما كانتش، كانت عملية أكثر منها رغاطة. الدولة شكلت لجنة عليا للنازحين ولإغاثة المواطنين. البلديات ما كانش عندها اللجنة، أنا نقولها وأنا نشكر القائمين عليها، لكن نقولها ما كان، يعني كنت كويس لا يدل عندك خطة كويسة. يعني حتى احنا مرات ما عندناش خطة قابلة للتنفيذ، عندهم تعالوا وبنوا ينادوا في الجهات الخاصة، تعالوا عاونونا، فتحنا مدارس، المدارس ناقصة حمامات، ناقصة نظافة، فيها طلبة يقروا في النهار، أماكن للعائلات الخصوصية لبعض العائلات مش موجودة، ولكن ما شاء الله في الضرورة تجوز المحظورة. فعلا نظف الناس الوحدات وأقفلوا بعض المدارس بكل أسف. العائلات من جميع مناطق عين زارة التقوا في عديد مدارس، صارت خلافات شوية بسيطة، أنا نقولها بس نكونوا صريحين، يعني احنا الآن مش مجال مجاملة ولا مجال إني بنقول الكلمات، صار شوية عدم تنسيق بين البلديات وبين الناس، بين المنظمات المجتمع المدني. يفترض أن اللجنة العليا للنازحين تحدد عمل كل جهة شن هي، يعني هي اللجنة العليا مشكلة على مستوى عالي وبقرار من المجلس الرئاسي لإدارة هذه الأزمات. بالنسبة لنا احنا كلجنة أزمة طرابلس الكبرى، عندنا 4 وظائف واضحة جدا، مهام متاعنا. المهمة الأولى إدارة أزمة الصحة، الإدارة الثانية إدارة أزمة الوقود والغاز، الإدارة الثالثة التنسيق بين الجهات الخدمية، الرابعة اللي هي التنسيق بين البلديات على مستوى على البرنامج السابق. فاحنا ماشيين في البرنامج هذا،
نفاجأ أن قيمت لجنة عليا للنازحين. باهي النازحين هذو ماي شو بتعطيهم؟ شو قدمت لهم؟ يعني بقولوا معليش يعني باهي بلغت لجنة الأزمة بها، باهي بلغت وزارة الصحة، وزارة الصحة عندها فريق إسعاف الطوارئ ولكن يعمل والله بجهودات شخصية ما شاء الله عليهم قايمين بعمل. أنا أمس على سبيل المثال معليش بقول كنت في زيارة لمستشفى طرابلس المركزي، فيه صيانة كويسة جدا، فيه دكاترة ودكتورات خاصة العنصر النسائي وعناصر مساعدة طبية مساعدة ورجال أمن رائعين جدا يخدموا بقلب رب يقول فيها، ولكن لم يعطوا وجبات، لم يعطوا الشاهي والقهوة والحاجات اللي ما اللي يعني جبت لي وجبة وما جبتليش معاها ما شاهي ولا قهوة ولا مشروب ولا مية سمحني، يعني ما عطتش للدكتورات حجرة خاصة لإقامتهم ويخدموا، ولكنهم يتمنوا قال لك يعني نقدر نبات نقدر هيك لكن ما عنديش وين نرقد في المستشفى الجديد. فلكن نقولوا اللمسات البسيطة هنية، يا ريت يا ريت المجلس الرئاسي واللجنة العليا للنازحين أو اللجنة العليا التابعة للمجلس الرئاسي إنها تفيق التشريبات البسيطة هذه. نعم. بنقول حاجة ثانية، قمنا مثلا بزيارة لبعض المدارس. نعم. أنا نحب نشكر فريق المجتمع المدني اللي فيه فؤاد، واحد اسمه فؤاد وفيه أحمد الزوي وغيره، قاموا بحفلات ترفيهية لأطفال النازحين. بارك الله فيك. والله لفتة ممتازة ما شاء الله، ونشكر أصحاب الملاهي أصحاب الألعاب أماكن الألعاب الترفيهية للأطفال استقبلوهم مجانا. بارك الله فيك. والله أستاذ فوزي ما شاء الله عليك يا ليبيا، كل من توقف عليه تقول لي معليش أنا عندي هادو نازحين يقول لك تفضل ما يتأخروش، رفعوهم لأكثر من منتزه ترفيهي للأطفال، رفعوهم بيرفعوهم للمتحف غير قالوا لهم اليوم لا ممكن غدوه اكيد. فدخلت الفرحه على الاطفال. طيب استاذنك سيد طه، ينضم الي الان سيد محمود اسماعيل الباحث في الشان السياسي. مرحبا بك سيد محمود. كلنا نرى هذا التقدم الذي يعني تقوم به قوات جيشنا الباسل، بالمقابل ما رايك في اداء الخارجيه على وجه الخصوص؟ انا اتحدث عن الحكومه ككل، لكن ما رأيك في أداء الخارجية على وجه الخصوص؟ بداية أولا الشكر الجزيل لآباء وأمهات الشهداء ولهؤلاء الأبطال الذين أثبتوا انحيازهم للحرية والديمقراطية والعدالة، وأثبتوا أنهم فعلا فاعلون وأنهم قادرون بفضل الله على صد الهجوم المغولي البربري الذي تزعمته عصابة حفتر وميليشياته. نعم. من الناحية الثانية أن هؤلاء الأبطال يجب أن يكون لهم السبق فيما يتعلق بأي خدمات يجب أن تمنح. ومن الناحية الثالثة علينا التساؤل بين نحن وما الذي يجب وكيف نصل إلى ما يمكن أن يكون بأنه برنامج متكامل. من الواقع العملي أنه من خلال إما أن يكون لنا مشروع وإما أننا سنكون جزء من مشروع الغير، بمعنى إما أن تكون أمورنا مجرد ردود أفعال أو هي أفعال من أجل الآخر هو من يأخذ رأس بالفعل. نعم. عملية ردود الأفعال لحقيقة أمر غير مقبول ومرفوض ولا يمكن حتى المضي فيه. ومن الناحية العملية نلاحظ أن الأداء وإن كان هناك تغير وهو يحسب لصالح هؤلاء المتغيرون الجيدون فيما يتعلق بمواقفهم مع الحق ومع العدالة ومع الخير، إلا أنه لزاما القول بأن هذا لم يصل إلى مستوى الحدث أو مستوى الإجراء. فالذين يدفعون حقيقة دماءهم وأبنائهم والشهداء والأبرار والأبطال الذين يدافعون عن القيم والحرية وعلى الدولة المدنية وعلى دولة المؤسسات من أجل أن لا يعود صعلوك مجرم حرب كانت تاريخه هزائم وحاضره جرائم ومستقبله سجون أو موت أو قتل أو إعدام، يجب أن يدرك الجميع أنه قد انتهى إلى مزبلة التاريخ. يجب أن يدرك الجميع بأننا يجب أن نكون واضحين أيضا في مطالبنا أن هناك إجراءات سياسية يجب أن تتم وإجراءات قانونية يجب أن تتم أيضا وأيضا إجراءات اجتماعية. من الناحية السياسية كان وسيظل أيضا لزاما على الجهات السياسية بغض النظر عن مكانها ولونها وطعمها وإجراءاتها أن تقوم بما يجب وفقا لما يتبع فيما يتعلق بأوقات الحروب. ومن هذه الزاوية لزاما القول التعريج على ما يجب فيما يتعلق بالشأن الخارجي، لأن المشكلة ليبيا نسبة الإشكال الخارجي أكثر من 85%،
أي أنه الأقل هو ما يتعلق بعيد الداخل، ولذلك هم وأيضا محركون أو مباشرة تأثير خارجي عليهم كبير. ومن هذه الزاوية لزاما علينا القول بأننا يجب التوجه إلى ما يتعلق بإصلاح الأمور الخارجية ابتداء من أدوات الخارجية المعترف بها من ناحية الدولية، ألا وهي السبيل الأسلم والأوقى، وألا وهو وزارة الخارجية. والسؤال الذي يطرح ذاته، هل نحن أمام وزارة خارجية قادرة على اتخاذ ما يجب والابتعاد على ما لا يجب، أم أننا نحن أمام عبارة عن نوع من الدعايات الغير منتجة أو غير الواضحة فيما يتعلق بمعالمها؟ ومهما كان، والنقد هذا ليس شخصيا ولكن واقع عملي، أنه إلى الآن لم ترقى إلى مستوى الحدث، بل بعضهم يجب أن يقال بأنه يجب أن يكون هناك لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة مواقف هؤلاء السفراء الممثلين للدولة الليبية، والذين جاءوا بناء على أنهم ديمقراطيون أو منتمون لدولة مدنية، وجاءوا بناء على تغييرات 17 فبراير ورجالها الأبطال. ولذلك يجب أن يقال بأنه لا بد من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة مواقف هذه الدول، أو معرفة ما هي مواقف هؤلاء السفراء والموظفون التابعون له. ومن لا يؤمن بديمقراطية، ومن لا يؤمن بليبيا، ومن يؤمن فقط بعقلية العسكري المتخلف الغير قادر على وهلة، لا أقصد العسكري الذي يدافع عن وطنه المنحاز إلى ديكتاتور أو إعادة صناعة الديكتاتور، يجب أن يقال أن عليه أن يقدم أوراقه وينتهي، وأيضا يجب أن يحاكم، لا يمكن أن تمر هذه مرور الكرام. من الناحية الثانية أيضا، المنظمات الدولية والتي لليبيا اشتراك فيها، وهذا أمر ملايين تدفع من أجل ذلك، ما الدور الذي اتخذته وما هي المواقف؟ ويجب أن يكون هناك تبيان للشعب الليبي. من الناحية الثالثة، هناك دول داعمة للإرهابي المجرم حفتر وعصابته، وكان لزاما على مجلس ما يتعلق بهذه الدولة الليبية في أن تسحب سفراءها على الأقل، وأن تهدد أيضا بقطع علاقاتها وتجميد مصالحها ومراجعة الاتفاقيات المبرمة. من الناحية الرابعة أيضا، نماية مباشرة إلينا في أن قائد السيد سفير ليبيا بقبرص رفض إعادة تسليم ما يتعلق بالسفارة بالرسالة الموجهة من وزير الداخلية من أجل إيقاف إجراءات منع أبناء المجرم حفتر جوازات سفر أو جنسية قبرصية. إذن هو يتكلم بكيفه ولا يتحدث على دولة مؤسسات وكأنه، فلماذا لا يتخذ السيد السراج وأيضا ما يتعلق بوزير الخارجية أمرا باستدعائه وإنهائه نهائيا؟ لأنه لا يصلح لليبيا، هؤلاء لا يصلحون إلا لعبدة الطواغيت والديكتاتوريين. ثم إنه من الناحية المهمة والمهمة جدا أيضا الإشارة إلى بعض الإجراءات التي يجب أن تتبع. يجب وجود فريق قانوني يعمل على ما يتعلق بجمع الأدلة فيما يتعلق بالميادين والمجتمع المدني. أيضا هناك إجراء آخر غيره مباشرة يتمثل بأنه من الناحية الإنسانية أيضا يجب أن ينظر إلى هؤلاء النازحون، وأيضا إلى هؤلاء الذين لديهم أسر. كل ذلك مدعاة إلى القول بوجوب برلجنة لما يتعلق بهذه الأمور لإدارة الأزمة. هل نحن أمام حكومة يمكن السير بها؟ نعم نحن لدينا، لأن آليات التغيير ربما تكون صعبة، ولكن الأصعب منها الاستمرار في نفس الإشكال مع إمكانية أن توجد حل. لدينا إشكال متمثل أيضا في عدم إثارته أمام المجتمع الدولي. هناك طائرة إماراتية بدون طيار تخرج يوميا من الجفرة، وهي طائرة بدون طيار إماراتية تقوم بالقصف يوميا وتقتل الليبيين. هل يعقل هذا؟ لماذا لم تتخذ الإجراءات للجفرة أو لغير الجفرة أو للمجتمع الدولي وللمجتمع المحلي؟ وما هي دولة سيد محمود حتى تقوم بقتل الليبيين؟ هناك إجراءات كثيرة، ولكن الأجدر بأن يكون هناك اتباع لهذه الإجراءات. سيد محمود موفقون والسلام. سيد طه، الآن إجراءات يجب أن تتخذ من قبل الخارجية. صحيح. طائرات إماراتية تقصف. صحيح. سمعنا بالأمس بأن هناك باخرة إن صحت التقارير، باخرة فرنسية دخلت إلى ميناء رأس لانوف. نعم. ويقال بأن أنزلت بعض القوارب. نعم. يعني لا ندري إن كان ذلك صحيح أم لا، لكن التدخل الفرنسي سافر في بلادنا. وبالأمس خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية يقول الآن يعني سيكون هناك رجال سيذهبون لمخاطبة العالم. لا أدري متى الساء هذه الساء، لعله والحمد لله لم يقل سوف يذهبون. متى سيذهبون؟ الآن 21 يوم تقريبا على بدء العدوان، وشهداء يعني ليلة البارحة فقط 4 شهداء من مصراتة وشهدان من طرابلس تقريبا. متى سيتحركون الخارجية؟ الآن لن نريد أن نتحدث عن الموقف الذي الحقيقة يحسب لوزير الداخلية فتحي بشارة، سنتحدث عنه لاحقا، لكن الخارجية الآن إلى متى؟
والله سؤال يعني سؤال موجه للحاج محمد طاهر سيالة، يعني شخصيا نعرفه شخصيا يعني حقيقة، ما نعرفش إذا كان الحاج طاهر سيالة الوزير الخارجية مربوط مكبل رجل في سنه هدية بنقول له حاج طاهر، يعني أنا نعرفك أنك أنت راجل متزن وراجل عاقل، وأطلع للملا خايف منه. وزير خارجية. وزير خارجية ليبيا، وزير خارجية ليبيا. إحنا أقبلنا مع أنك أنت كنت وزير في عهد الظالم القدافي، ولكن كنت نوعا ما نظيف، يعني لا لم تطلع تبجل الرجل. ماذا ننتظر الآن؟ الحياة وقفت عز. يعني بقول هو العيب مش فيه بصراحة، العيب في اللي سكت له. إذا كان وزير الخارجية ما قدرش يوقف السفراء، ولا خايفين أن السفراء الموجودين خارج ليبيا يعلنوا انشقاقهم على دولة الحق، دولة عاصمتها طرابلس، والله خليهم يشوف على رأيي. لكن إن شاء الله ماشي، إن شاء الله ماشي تحسن الحصان الفزان يقول فيها مثلا ليبي، شو بديروا بهم؟ خلي يطلعوا، خلي العار أطول من العمر. شنو نستنى في سفراء ما بشوفهم على الحق؟ ومن اللي حطهم السفراء؟ ما اذا كان هم خلي نفضحوهم. خلي انا نتمنى استاذ فوزي ان كل شيء يسمى باسمه. ما نقول عاش نقول وزير الخارجيه، نقول محمد الطاهر سياله مقصر، فتحي بشاقه مكي. لكن وزارة الخارجية مقصرة، سامحني سيد طاهر. وزارة الخارجية فيها وزير، فيها وزير، فيها موظفون. لماذا الموظفون ما لا يخرجون في اعتصام أمام الخارجية؟ الخارجية مملوءة الآن بالموظفين في الداخل وفي الخارج، هم أيضا مقصرون، لماذا لا يخرجون في اعتصام ضد وزير الخارجية؟ حتى الذي وضع اللي حط وعين وزير الخارجية يعلم بأن حتى من داخل وزارته الرجل غير مرضي عنه. حتى وزارة الخارجية مقصرة، الموظفون مقصرون. خليك من الـ يعني الآن فائز السراج لا يستطيع، هل برأيك أنه لا يستطيع إقالة سيالة؟ يستطيع. أنا أعتقد باش نكون واضحين أستاذ فوزي، أنا أعتقد لا يستطيع. لماذا؟ من؟ علاش؟ ليش؟ لأن في صراعات داخل المجلس الرئاسي معروفة. احنا مش انت يعني الان وقت صراعات سيد هو تو متوحدين، تو كلامهم كويس. يعني احنا نقولوا وين النواب المجلس الرئاسي؟ وين ما طلعش؟ لا انا لحد اللي شفناه محمد محمد عماري، محمد عماري زايد، ومعتيق كلمه خاطفه. هذا المفروض يطلعوا من ضمن الجبهه الاعلاميه، ناس معترف بهم دوليا، يطلعوا السته ولا السبعه ولا الثمانيه ولا شنو، يطلعوا باستمرار جزء من الجبهه. لماذا هذا السؤال؟ هو لماذا لا يعني خايفين من ولا مؤملين في شنو يعني؟ أنا الناس عندهم احساس انهم مسافرين، انهم مهناش، انهم هاربين، عندهم احساس الناس هذاي غير صحيح. انت جزء من الجبهه، والله لن يرحمك اسمه هذا المجرم، لن يرحمك، انت مستهدف رغم شكي. بس احنا شعب ليبي نطالبكم ان تطلعوا للجمهور، تكلموا بكلامكم هذا، تستطيعوا ان تقنعوا بعض الناس المشككه، تستطيعوا ان تقوي الجبهه الداخليه. ماذا تنتظر؟ طلع قول انا ما نبيش. قول يا سيدي، قول انا صارت مره في اتصال مع المجلس الرئاسي، تقول له والله عندك الوزير هذا ما ينفعش، بالحرف الواحد، مش انا اللي حاطه واحد من النواب. ايوه ما نقدرش، لان في صراعات بيناتهم. تو نحمد الله ان في عدو مشترك، زي ما زمان التقينا عليه هدف واحد اللي هو اسقاط القذافي، ولم نجتمع على اسقاط نظام القذافي. للاسف. بكل اسف. نعم. يعني المنظومه نتاع القذافي قاعده تو احنا مجتمعين على اسقاط حفتر. في والله في كلمه جميله جدا، لو مات حفتر توقف الحرب ما توقفش استاذ فوزي. برايي انها ستقف. تقف. ولو مات السراج توقف الحرب ما توقفش. لن تقف. نعم. لماذا؟ لاننا نحارب مع الوطن. صحيح. وهم يحاربون من اجل شخص ميت عمره فوق السبعين، فوق من السبعين، ورجل خرف. سالنا سؤال للاخوه جيراننا في تونس، سامحني استاذ فوزي. نعم تفضل. قال لي لماذا لا تريدون الجيش ولا تريدون هذا الرجل جاء حتى ياتي لكم بالنظام والمنظومه التي تريدونها؟ قلت له والله عندي سؤال ليك سيد المنصف، هل ترضى بان يكون قائد جيشك في تونس جواز صفرة ليبي أو جواز صفرة مصري؟ قال لي لا ما نرضاش. قلت له فما بالك لما يكون جواز صفرة أمريكي؟
إذا كان لا ترضى بأن يكون قائد جيش متاعك في تونس، بصبرت متاعها لن ترضى إلا أن يكون تونسيا، ولا ترضى حتى بليبي، ولا ترضى حتى أن يكون مصري. فما بالك لما يكون أمريكي ليس على شيء، بل من أمريكا أكبر مساند لإسرائيل، وإسرائيل هي التي تحرك في الدولة. كيف ترضى نقبل بحفتر اللي هو جنسية أمريكي ولا لا؟ سأعود إليك سيد طه. سيد محمود، ما زلنا في الأداء البائس للخارجية. سؤال الآن، لماذا هذا الأداء البائس من الخارجية؟ وأنا سألت سيد طه، قلت ربما يعني الوزير في حد ذاته هو الآن سيء. نعم، طيب انقطع اتصال سيد محمود، لعنا يعني نرجع إليه. لو تريد تكمل الفكرة سيد طه. في بدات في 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 تونس، لان في تونس فيها العديد من الليبيين المشككين في كل شيء، وفيها كميه كبيره من الناس اللي قاعدين يعتقدوا ان القذافي يستنى في يبرى باش يولي حي. رناهم بكل اسف، يعني مشككين، نسوا ان كل حد ميت بعد الله سبحانه وتعالى. الوطن باقي، اذا كان انت خنت، اذا كان انت خنت الوطن فهذا عار عليك وعلى اهلك الى يوم الدين. ولكنك لو انتبهت وفقت لعقلك راهو ما ينفعكش حفتر في اخرتك، مش حيشفع لك، مش حيكون معاك الا انت حتكون معاه في جهنم ان شاء الله. نعم، طيب عاد الي عفوا سيد طه، عاد الي سيد محمود اسماعيل الباحث السياسي. سيد محمود، ما زلنا نتحدث عن الوضع البائس الحالي لوزاره الخارجيه ككل. انا لا استثني احد الحقيقه، لان ليس الوزير فقط، لان الوزاره فيها موظفون وفيها وكلاء. لماذا حتى الموظفون إذا كان يهمهم الوطن لماذا لا يخرجون في اعتصام ضد وزير الخارجية الذي الآن أداؤه بائس؟ ما رأيك في هذا الطلب؟ نعم، عفوا. ألو. نعم سيد محمود، نعم سمعتني؟ لا ما سمعتكش. أنا أتحدث عن الوضع البائس في وزارة الخارجية ككل، لا أستثني أحدا، حتى الموظفون في وزارة الخارجية وضعهم بائس بوكلائهم بمدراء إداراتهم. لماذا لا يخرجون في اعتصام ضد وزير الخارجية الذي موقفه الآن هو الآن أنا أقول على الملأ لصالح حفتر؟ لماذا لا يخرج الموظفون الآن ضد هذا الوزير؟ أسمعني أنت، إذا كانك بتعطيني بداية ومقدمة ونتيجة أنا مكتمخش معك. تفضل تفضل تفضل، لك الحرية. لا 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 ما تعطيش مقدمات ثانية. أولا، إذا كان الوضع عادة يخلقه الرجال، ولذلك عادة عندما تكون هناك حروب عادة تقوم مباشرة آلية رسم السياسات في آلية حكومات الحرب، فهي مختلفة أساسا في آلية تصنيف المشكلة وآلية الحل وضغط القوة والضعف. ومن هنا يجب لزاما علينا أن نقول مباشرة بأن هناك إجراءات يجب أن تتبع وإجراءات يتم الابتعاد عليها. بداية الإجراءات التي يجب أن تتبع في هذه الناحية، يجب البحث بشكل علمي على مباشرة ما هي الأعراض والإشكاليات وما هو طرق العلاج. ما يتم من إجراءات العلاج أعتقد أنها معوجة وربما ضعيفة. نعم هناك محاولة قدر الإمكان لرفع الصدع حاليا، ولكن هل يرقى إلى مستوى الحدث؟ ولا نعتقد بأن هناك إجراءات شبه يعني ناقصة. ولكن مع هذا كيف يمكن العلاج؟ يكمن العلاج في إمكانية اتخاذ إجراءات وفقا للمتبع قانونا بالخصوص، وهذا يمكن في الآتي متمثل بأن يكون هناك إجراءات عملية وأن تخرج الإجراءات وفق الميدانين، الميدان الحربي والميدان الساحات. إذا كانت السلطات السياسية لا تستجيب لهذين الميدانين فعلى الدنيا السلام، لا يمكن الانتصار في هذه الناحية. إلا على أنفسنا بأن نوهم أنفسنا، نتكلم على إجراءات واقعية يجب أن تتبع وعلى أمور يجب أن تتخذ. نعم هناك تغير فيما يتعلق بمفهوم السلطة السياسية في أنه اتخذت مواقف وابتعدت عن مواقف وهو أمر يحمد لها، ولكن أيضا هذا لا يحل الإشكال في ظل عنصرية ودول متدخلة. لدينا إشكال خارجي بنسبة أكثر من 80% إلى 90%. ونحن نتكلم اليوم على إشكالية أنه لا يخجلون في سحب سفرائهم أو يخجلون على اتخاذ إجراءات ضد موظفين معرقلين أو مطبلين. هؤلاء يتطبلون الذين يطبلون الحفتر، دعهم وشأنهم، لا يمكن أن يبكم على الليبيين في ظل الأزمة ولا يمكن أن ننتظرهم، يجب أن يتخذ الإجراءات بشكل فوري. أما عملية الإرجاءات والتمهيدات وفيما بعد والأخاف ونقشة، هذه يعتقد أنه قد تجاوزها الزمن بعد أن كتب الرجال بدمائهم. نتكلم على انتصارات من رجال الميدان ونتكلم على هزائم أيضا، أو لعلها إجراءات جد خجولة فيما يتعلق بإجراءات السياسية. ومن هنا على الجميع أن يدرك بأن هناك إجراءات يجب أن تتبع خارجيا، على وزارة الخارجية أن تستمع لصوت الشارع وأي صوت الليبيين، على الإجراءات أن تتبع وفق القانون. هم هؤلاء مطالبون بدولة مدنية ودولة مؤسسات ودولة قانون، إذا عليهم أن يستمعوا إذا أرادوا أن يكون هناك دولة، وإلا فإن الأمور حقيقة تتبدل. الواقع
أن الانتشارات الموجودة على الميدان لا يوضعها أحد، ولا يمكن أيضا سرقة صناعة الرجال. حقيقة ما يجري رائع وأروع منه في أن تتكاتف الجهود في أن تكون دولة موحدة وقادرة وأيضا صامدة في مواجهة هذا العدوان، وأن توجه أيضا أصابع ما يتعلق بالاستهام لهؤلاء هذه الدول، ابتداء من الإمارات العربية التي تنطلق، وكما أسلفت حسب معلومات أنها تنطلق طائرة بشكل يومي لقتل الليبيين من منطقة الجثرة، وهي طائرة إماراتية بدون طيار. أيضا هذه السفن التي تزور وتجوب، أين هو هذه التمديدات؟ لماذا لا نسمع عن ذلك لدينا استخبارات؟ كل ذلك مدعاة إلى التساؤل والتساؤل، وهذا التساؤلات حقيقة خطيرة. الرجال والنساء حقيقة صفا واحدا من يعشقون حرية ويتجهون إليها، ولكن المتجهون إلى العبودية وعبادة الفرد أو صناعة الطاغوت أو صناعة الدكتاتور لا يمكن إلا أن يكونوا كذلك، ولا يمكن إلا أن ينتهوا إلى مسبرة التاريخ. نعم. طيب سيد طه، نعود إلى الآن. سيد وزير الداخلية كانت له اليوم مشاركات أو كلمة يعني يمكن أن تصف بأنها على قدر الحدث حقيقة، يعني ربما سنعرض لها لاحقا مقتطفات ونعلق عليها، لكن قبل ذلك يعني لو نعلق بالعموم على أداء وزير الداخلية على وجه الخصوص. صحيح، أنا أعتقد أن اللي حسن صورة المجلس الرئاسي هو الوزير. الضعف اللي في المجلس الرئاسي بالكامل، أنا نقول كان اختيار للسيد فتحي بشاغة كوزير للداخلية جاء في موعده، يعني رب صدفة خير من الفميعات. الحاجة الثانية لأنه فعلا أنا أتحس أنه إحنا نبو وزير يعني معبي مكانه. نعم. طيب عفوا نعم، سنستمع الآن لكلمة سيد فتحي بشاغة وزير الداخلية ثم لعنا نعلق، تفضل. الذين سقطوا دفاعا عن طرابلس وعن أهلهم وعن الحرية وعن الديمقراطية، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في هذه المعارك، وأعبر عن عميق ألم للشباب الليبيين الذين تم التغرير بهم ودفعهم باتجاه طرابلس وقتلوا في هذه المعارك. نعبر عن عميق ألمنا بهذا الجلل وهذا الحدث. وزارة الداخلية مهامها الآن يعني عليها مسؤوليات كبيرة جدا، ليست مسؤوليات أمنية ولكن عليها أيضا مسؤوليات في الدفاع عن طرابلس، وكذلك تأمين المناطق التي تم تحريرها من القوات الغازية. وزارة الداخلية مهتمة أيضا برفع الروح المعنوية للمدافعين عن طرابلس والمقاتلين عن طرابلس. وزارة الداخلية تؤمن بعض الاحتياجات للمقاتلين والمدافعين على طرابلس، سواء كانت أغذية أو إعاشة أو أي مواد تستطيع في متناول يد وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تعمل خلال 24 ساعة لتقديم المساعدة للمواطن وتأمين المواطن، وكذلك للقيام بدورها في الدفاع عن طرابلس، وسوف نستمر في دورنا هذا. وزارة الداخلية أيضا من مهامها الأخرى اللي هي تأمين خارج مدينة طرابلس وتأمين المدن التي تصل لمدى بعيد جدا، مثلا عندنا في مدن الجبل الغربي وكذلك مدن المنطقة الوسطى، فكل هذه من مهام وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية لها دور مهم في الحكومة ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية بسبب ظروف هذه الحرب. وعلى وزارة الداخلية أيضا مهام أخرى في اتصال جانب من الجوانب بالمجتمع الدولي وإيضاح الصورة الكاملة، وكذلك في مكافحة الإرهاب لدينا أيضا اتصالات دولية ومستمرين في الجهات التي كانت تتعاون معنا من قبل، ومستمرين في التعاون في تبادل المعلومات الأمنية، ولكن فقط مع الدول التي نثق فيها ونعرف حقيقة أنها تكافح الإرهاب، ولكن مع الدول المشكوك فيها فأوقفنا تعاملنا مع هذه الدول. بالنسبة للوضع الأمني نحب نطمن مواطنينا أن الوضع الأمني ممتاز، جميع مكونات وزارة الداخلية تعمل مع بعضها البعض، كوننا غرف، الغرف هذه لتنظيم العمل الأمني، كذلك تم تنظيم العمل الأمني وتنسيق أيضا حتى مع الأمن الداخلي والمخابرات والاستخبارات العسكرية. مديرية أمن طرابلس تشتغل أو تعمل 24 ساعة، مراكزها مفتوحة، تسهل للمواطنين عمليات تأمين. ما تقوم به مكونات الوزارة هو حفاظ على الأمن، تسهيل حركة المرور، تقديم
خدمات النجدة على مدار 24 ساعة، وكذلك في حالات قصف الذي استهدف المواطنين الأبرياء مثل ما حدث، تقوم هيئة السلامة الوطنية بإخماد وإطفاء الحرائق، ويقوم باقي الأجهزة بمساعدة المواطنين والمساعدة في إجلائهم وإجلاء الجرحى، وكذلك فتح محاضر جمع الاستدلالات على هذه الجرائم التي هي تصنف ضد الإنسانية. أمن السواحل كان مخصص بالكامل لمراقبة السواحل ومنع أي اختراق من الهجرة غير شرعية، سواء دخول أو التهريب. اضطرت وزارة الداخلية أنها تكلف قوة كبيرة من أمن السواحل لحماية سواحلنا وشواطئنا من تسلل المجموعات الغازية التي أرسلها الأمير الحرب حفتر لغزونا. كان فيه كلام أنهم يريدون تسلل لمصفاة الزاوية وتفجيرها، وطبعا هذا عمل إرهابي شأنهم شأن القاعدة أو داعش شوها. سوف نتعامل بكل حزم وقوة مع أي متهاون يحاول أن يهدد أمننا وسلامتنا داخل العاصمة هنا أو داخل المدن التي تتبع حكومة الوفاق، سوف نكون له بالمرصاد ولن نتهاون معه. أيضا من يرصد وهو يتعامل مع هذه القوات الغازية، قوات حفتر الغازية التي ترهبنا وتهددنا وتستخدم نفس أسلوب داعش في الإرهاب، سوف أيضا نتعامل معه بكل قوة وبكل حزم، وسوف يتعرض للملاحقة القانونية لأنه هو يتعدى على حكومة شرعية. وزارة الداخلية تحرص على تأمين سلامة المواطن والوطن، وسوف نتعامل مع سلامة المواطن والوطن بكل حزم وكل قوة وكل ثقة، ونحن قادرين على ذلك. أقف مع جميع الأجهزة الشرطية والأمنية وكذلك الضباط والأفراد من أجل أن يقوموا بدورهم المناط بهم في حماية الأرواح والأرزاق. أنا كوزير داخلية دائما أشجع وأرفع الروح المعنوية لأفراد وضباط الشرطة لكي يقوموا بهذا دورهم، والآن أنا أحييهم على دورهم اللي قاموا به، وسوف نطور برامج وزارة الداخلية من ناحية التدريب ومن ناحية الإمكانيات، وكذلك لابد، وهذه نقطة مهمة جدا جدا وأنا أسعى عليها لكن أحب نوضحها الآن، أننا سوف نسعى بعد انتهاء هذا العدوان الغاشم مع الحكومة والدولة لرفع رواتب وزارة أعضاء وزارة الداخلية، سواء ضباط أفراد أو مدنيين يشتغلون لجميع مكونات وزارة الداخلية. ولكن بالمقابل أن من تخاذل معنا في هذا الظرف وهذه الحرب سوف يكون خارج وزارة الداخلية، وسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ولن يكون في هيئة الشرطة أبدا، لأن هذا يعتبر خان أهله وخان وطنه وخان ذمته وخان ضميره. نحب نأكد ونوضح صورة للمواطنين والكل أن الشرعية في ليبيا فقط هناك شرعية واحدة، وهي لحكومة الوفاق برئاسة السيد فايز السراج. هذه الشرعية استمدت من الاتفاق السياسي واعترف بها المجتمع الدولي في قرار مجلس الأمن، واعترفت بها جميع الدول. ما فيش، ما عندناش دولة من الدول اعترضت على حكومة الوفاق وقالت أنا لن أعترف بهذه حكومة الوفاق. وكل دولة تتعامل مع الحكومة الموازية أو مع جهة موازية تعتبر هي دولة متعدية على الشرعية الليبية ومتعدية على الليبيين. وهناك بعض الدول تدعم في مجرم الحرب حفتر بأعذار واهية، وتقول أن حفتر يريد أن يكون الجيش ويبني الجيش، ولكن رأينا الجيش ده على تخوم طرابلس أنه ليس جيش، هو ميليشيات أتى حاقدا عبوه دولة تعبية معنوية، تعبية حقد، يتكلم بجهوية، وهنا سقطت نظرية الجيش وبناء الجيش أمام الكل. ولهذا نرجع نقول أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية التي اعترف بها العالم والتي اعترف بها الليبيين، حتى وإن كانت فيه هناك معارضة في البداية من الليبيين، لكن كلهم الآن الأغلبية اعترفت، لم تبقى إلا فئة باغية قليلة جدا
المتمثلة في حفتر وزمرته بدعم من بعض الدول هي التي لم تعترف به الحكومة الشرعية. وزارة الداخلية كذلك تتصل بالمجتمع الدولي ونوفر جميع الإمكانيات التي تحتاجها وزارة الداخلية، لا بل أكثر من هذا، نحن نبحث مع الدول من خلال اتصالاتنا في المرحلة القادمة بعد إنهاء هذا العدوان وتطوير علاقاتنا الأمنية وعلاقات وزارة الداخلية، وكذلك سوف نطور هذا التعاون إلى مشاريع كبيرة جدا تهم ليبيا وتهم هذه الدول، وهذا يأتي إن شاء الله في الأيام القادمة بعد انتهاء هذا العدوان الغاشم، العدوان الحاقد على مدينة طرابلس. وبحثنا مع المجتمع الدولي بعد انتهاء هذا العدوان الغاشم في كيفية تطوير وبناء القدرات الشرطية والأمنية من أجل إصلاح هذا الحدث أو إصلاح هذا الخلل الذي سبب مجرم الحرب حفتر، وكذلك لابد من الانتقال إلى خطوة أخرى متقدمة في تعاوننا الدولي الأمني من أجل بسط السيطرة الكاملة. أحب أن أوضح حقيقة أن إحنا في المنطقة الغربية دفعنا 700 روح في سرت من خيرة شبابنا لاستئصال واقتلاع داعش من سرت التي لم يستطع أن يتقدم لها حفتر ولا فكر في التقدم، بل بالعكس فتح المجال وفتح طريق إلى داعش التي انطلقت من بغازي وأتت إلى سرت ومن درنا كذلك، من درنا وبغازي أمام العالم كله. لقد تعاوننا مع أمريكا وبريطانيا وإيطاليا في تحالف دولي كبير جدا بالنسبة لليبيا، واستطعنا على مدى 6 أشهر من أن نقتلع الإرهاب كاملا في منطقة سرت ومدينة سرت وضواحيها. وما بقى من الإرهاب الذي تسلى عبر الصحراء كافحناه، ولازلنا نكافح بجميع أجهزتنا العسكرية والأمنية والمخابراتية. وهذا كلام يعني يشهد عليه بالذات الأمريكان، لأنهم كانوا متعاونين معنا تعاون كامل، سواء تعاون أرضي أو جوي. فمن أين يدعي حفتر أنه أراد أن يكافح الإرهاب؟ بل بالعكس، إحنا عندنا أجهزة أمنية تشتغل في طرابلس تمد لزة في المنطقة الشرقية بمعلومات عن تحركات في داعش أو منظمات إرهابية خطيرة. يعني كانت لنا عندنا السيطرة الأمنية الكاملة هنا في طرابلس في مواجهة المنظمات الإرهابية وكذلك حتى الجريمة المنظمة. هذا الدعاء مرفوض، لا يوجد إرهاب في طرابلس ولسنا إرهابيين، فقط جريمتنا الوحيدة أننا نطلب الديمقراطية ونريد دولة ديمقراطية. سبب الفوضى الذي أحدثها الأمير الحرب حفتر وميليشياته طبعا صار فيه ارتباك أمني، وكان عندنا استعداد أكثر وأعلننا حالة الطوارئ وتم تكثيف الجهود الأمنية أكثر حتى نمنع أي اختراق من هذه المنظمات الإرهابية، سواء كانت إرهابية أو من الجريمة المنظمة. طبعا بالتأكيد استغلت بعض المنظمات الجريمة المنظمة مرحبا بكم من جديد أيها السادة المشاهدون. استمعنا قبل قليل لحديث السيد فتحي بشاغة وزير الداخلية الذي صرح فيه بتصريحات يعني قوية وتعبر حقيقة عن رجل دولة. سيد طه سيد وزير الداخلية قبل قليل استمعنا لبعض من كلمته اليوم، من ضمن ما قاله قال خلال 3 أيام إن شاء الله سيكون هناك هجوما شامل أو هجوم شامل من قواتنا، وسننتقل لمرحلة الدفاع للهجوم لطرد قوات حفتر المنطقة الغربية. وقال بأن حفتر لن يكون له أي مكان في الخارطة السياسية والعسكرية في المستقبل. هذه النقطة بالذات على ما يعتمد السيد فتحي بشاغة في هذا التأكيد في قوله لن يكون له أي مكان في الخارطة السياسية والعسكرية في المستقبل؟ هل بناء على هذه التقدمات من جيشنا الوطني، أو هل بناء على تقارير تريده من الخارج أن حفتر لن يكون له خارطة وجود في الخارطة السياسية، لأن ما زال غسان سلامة يسعى إلى ما يسميه الحل السياسي؟ أنا أعتقد أستاذ فوزي السيد فتحي بشاغة وزير الداخلية المحترم عنده معطيات انطلق منها وجهة نظري هو قوة الجبهة الداخلية،
هذه أول منطلق. الجبهة الداخلية فعلا فعلا الآن تتماسك أفضل من قبل، وكل يوم وضع الجبهة الداخلية في المنطقة الغربية بالكامل والمنطقة في ليبيا تنتشر، هو أننا أن طرابلس وحكومة طرابلس، الحكومة الموجودة في طرابلس على حق، وأن الطرف الآخر هو المخطئ. بدأ تظهر العديد العلامات، والعلامات تطلع بأنك أنت أكثر مدنية، أكثر حضارة، حوارك أرقى، يقولوا فيها الربيع فم الباب يبان، يعني واضح أن تصرفاتهم خارقة. الحاجة الثانية من معنويات الجنود، المعنويات شبابنا وتوارنا وأبنائنا الذين على الجبهة، فعلا من هنا ينطلق فتح بشاغة ومن هنا تنطلق هذه المظاهرات. الشيء الثاني هو الرأي العام السائد بين عقلاء القوم والاجتماع، الفرقاء في كل منطقة اجتمعوا على أنها على إدابة الخلافات وتوحيدها في إنشاء قوة ضد هذا الشر. من هنا ينطلق فتح بشاغة. أما باش نقول إن المجتمع الدولي، أستاذ فوزي، إني لا أثق في المجتمع الدولي، وهو قالها، قال خدعنا. وهذه ربما السيد فتح بشاغة أول تصريح له في بداية هذه الأحداث بعد اليوم 4/4 العدوان، كما يعني الحقيقة يجب أن نسميه هذا الذي فعله حفتر وميليشياته. أول تصريح ناري من فتح بشاغة قال لقد خدعنا المجتمع الدولي. صحيح أستاذ فوزي، لا يحسبها، ما عمرها صارت في العالم بكل إن يكون أمين عام الأمم المتحدة موجود في مدينة يقوم شخص آخر يعتقد أو يقول أو يدعي بأنه قائد جيش يدخل إلى مدينة فيها أمين عام الأمم المتحدة. لم تحدث من قبل، ما صارتش. معنى ذلك؟ شو معنى ذلك؟ يا إما أمين عام الأمم المتحدة أو من أرسله إلينا يريد أن يخدرنا، نحن معكم وردوا في العسل ومعليش أصبح الصبح ولا فلا ولا لا طرابلس ولا غيرها باقية، ممكن يبرد التخدير، ولكن إن تنصر الله ينصركم. سبحان الله، والله أفشل الله كيدهم، وما شاء الله عليك يا أبناء ليبيا في العموم انتبهوا. أو ربما شوف من الأخطاء، تعرف اليوم 4/4 أو بدأت يوم 4/4 في الليل، صباح 5/4 قوات حفتر على بعد 17 كيلو من طرابلس وأقل، ورتل. أنا أقول لك حاجة بصدق، إحنا كنا على اتصال، إحنا كغرفة طرابلس وغيره كل شيء، لا قبل لنا بمواجهته، سكان سيدخل إلى منطقة حي الأندلس وما أدراك، خلاص نزل. وفجأة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإن تنصر الله ينصركم، انهارت جميع قواته بفضل الشرفاء من منطقة الزاوية ومن صرمان ومن مطرد ومن صبراتة ومن المدن المحيطة بها. الزاوية التي ظنوا أنها خلاص انتهت وافترق ثوارها هي التي كان لها سبق في صد هذا الهجوم. أنا أقول حاسة الفوزي اللي قد ما عندهم مخابرات ودراسات، واحد إنهم لم يقرأوا الشعب الليبي قراءة جيدة. والله على تصديق كلامك سطها، أنا قرأتها مرة لواحد باحث، نسيت يعني هو ليس باحث يعني هو مدون، قال الشيء الذي يعني الآن يعني محير حتى الاستخبارات هو الفزعة عند الليبي. صحيح والله صحيح، يعني ما عرفش كيف يجيهم الشعب هذا. والله صحيح، فزعة يعني سبحان الله. الآن الزاوية، نحن كلنا قلنا خلاص الزاوية، مش عدم ثقة في رجال الزاوية، قلنا فرقوهم ودخلوا بينهم بالفتنة وكذا، قلنا خلاص انتهت، مش انتهت لكن صعب قيام الزاوية ولملمتها من مرة أخرى. فإذا بهم يفاجئونا ككل مرة. صحيح، واللي سماها العنقاء صحيح. والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه أبطال الزاوية. وشوف أستاذ فوزي، إن تنصر الله ينصركم، ونعيدها فعلا. شوف المعاملة الأسرى الذين قبض عليهم يوم 5 أبريل الفجر، قبض عليهم، لم يمثل بهم ولم يعدموا ولم يقتلوا ولم يتم استعمال عليهم أي أنواع من بل بالأمس زارتهم أمهاتهم
وشفت قاعدين، شفت حالتهم الصحيه استاذ فوزي. نعم. شفت منعمين زرتهم بفرقه طبيه، مش عارف طبعا ايه. صحيح صحيح، اطباء زاروهم في معسكراتهم. اي طبعا ايه. نعم. انت تعرف ان العلاج، العلاج حتى تو ما شاء الله عليكم ابنائنا اللي في الجبهه ينقلوا في مجروحي المغرر بهم من ابناء من اتباع ميليشيا حفتر، يعالج فيهم الهلال الاحمر، يعالج فيهم الاسعاف بتاع طرابلس لانهم ابنائنا. وانا اقول لكم يا اخواننا، من يعاملكم بهذا القلب فهو ليس ارهابي. سيد طه، اشكرك شكرا جزيلا. انتهى ساعتنا الان من هذه التغطيه، والان نتابع في على الشاشه ميدان الشهداء في طرابلس وتوافد الاحرار على هذا الميدان مسانده لاخوانهم في الجبهات ورفضا لتدخل الاطراف الخارجيه من فرنسا والامارات والسعوديه ومصر، هذه الدول التي لا تريد لبلادنا خيرا. لا زالت الان الوفود تتوافد، الان في كما نرى هناك يعني دوره من الاحرار على الميدان يحملون صور، يحملون صور، لا يحملون صور، يحملون الاعلام. نعم يحملون الاعلام. سنعود اليكم ان شاء الله تعالى حتى ذلك الحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.